بالنسبه لنا لورغانيزاسيون كانت جيده جدا. لي زونسينيون تبارك الله عليهم عندهم تجربه تبارك الله تجربه طويله في هذا الدومين. لي كونديدا اللي جاوا هذا النهار جاوا حتى هما كيحترموا التدابير ديال الاحترازيه ضد كوفيد. لي زاكتيفيتي اللي داروا بالنسبه لطنجة تطوان الحسيمي انولات لا جيمناستيك ودرنا لي زاكتيفيتي انديفيديوال ديال لاتليتيزم. لا فيتيس هي لاكتيفيتي اوبليغاتوار وعندنا لونسي دو بوا بلوس سو لونغر هما لي زاكتيفيتي او شوا. يعني لي كونديدا اي سونسي باش يدير جوج لي زاكتيفيتي من بعد كيسني وكيغادر المركز. اليوم كانت عندنا الاجواء ديال التربيه البدنيه ودازت الحمد لله اجواء ميسره وكان كلشي مزيان والاساتذه الله يعمرها سلعه تعاونوا معنا وقفوا معنا وقاموا بالواجب ديالهم على احسن وجه وكان الامور كلشي مزيان الحمد لله. انا دوزت في الجري السريع ودوزت في رمي الجله والحمد لله يعني كان كلشي بخير مزيان. يعني داكشي واخا كان ثقال شويه ولكن تعاملوا معنا الاساتذه كانوا الله يعمرها سلعه كلشي مزيان. دونك هذه هي الكتابه اللي كتشوفوا هذه هي الكتابه الاجرائيه حاليا اللي كتسيزي المعطيات اللي كتدخل عندنا اما ديال اليوم او ديال البارح صافي. دونك الاعضاء ديال الكتابه كنخدموا بينهم دونك شاك جوج ديال الاساسيد كيسيزيو المعطيات اللي كتدخل طبعا المعطيات يعني لي بيرفورمانس الانجازات ديال المترشحين. السلام عليكم معكم مريم ابصال طالبه جامعيه وفي نفس الوقت تقدمت للباك حر بي سي واليوم دوزنا امتحان الرياضه صراحه في اجواء رائعه في ملعب الرياضه اللي كاين في طنجه وصراحه كاينه معامله مزيونه وانا دوزت في الجري السريع وفي نفس الوقت في القفز الزاني صعيب ما قدرتش ندوزو صافي دوزت غير الجري السريع. كما كيعرف الجميع ان السنه عندنا حلبه العاب قوى وعندنا ثانويه مولاي يوسف. بالنسبه للالعاب حلبه العاب قوى الإحصائيات العامة بالنسبة لليوم الأول 22/3/2021 كان عندنا مسلك الآداب بالنسبة في 8:30 كانوا 150 واحد وبالنسبة من 10:30 مسلك الآداب عندنا 130 إذا المجموع كان 280. بالنسبة ليوم الثاني كان عندنا 23/3/2021 دائما مسلك الآداب مع 8:30 مجموع المشاركين كان 150 بالنسبة ل 10:30 مسلك الآداب عندنا 127 إذا ما مجموعه 277. بالنسبة اليوم الثالث اللي هو اليوم كما كنعرفوا جميع أن المسالك اللي تمرت هي مسلك العلوم الفيزيائية مع 8:30 المجموع ديالو كان 150 ومع 10:30 مسلك العلوم الفيزيائية كذلك 120 ما مجموعه 270. إذا كما كنعرفوا أن الخلاصة ديال العامة اللي عندنا هنايا هذا العام ما كاينش الحركات الارضيه تلغات وعندنا اللي كان اجباري هو الجري السريع. اما بالنسبه للاختيارات فكانت ورشات ديال رمي الجله والقفز الطويل. اذا المترشحات والمترشحين عندهم كيمروا من الجري السريع اللي هو اجباري وكيختاروا ما بين رمي الجله والقفز الطويل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.